يا بابا، فينك يا حبيبي؟ اتأخرت عليا قوي يا عبدو. انت المفروض كنت تيجي الساعة 10:30 يا عبدو، الساعة 12. لا لا انت بتهزر. طب قدامك كتير؟ عادي يعني، وحشتني. طب يلا مستنيك. ده عبده، اه طبعا ده خطيبك. خطيبي. طب وصاحبتك؟ مين صاحبتي؟ صاحبتك؟ لا صاحبتك اللي كل الناس بتقول ان انتوا كنتوا بتظهروا في فيديوهات لوحده، انتوا الاثنين في فيديوهات كنتوا مكسرين الدنيا. دلوقتي يعني ايه كنا؟ يعني كنا بنظهر في فيديوهات. انت قلت كنتوا، فانا بقول لك كنا. خلاص الموضوع ده انتهى. عشان عبده؟ لا، هو كان في مشاكل اصلا قبل موضوع عبده، فهو لما جه موضوع عبده هي حبت تاخد الشو واللقطه والترند والصعبانيات، والناس هما كده كده كانوا سايبين بعض، فاوريدي انا ما خدتش حد من حد ولا ايه؟ طب كل الفيديوهات اللي كان بيتكلم فيها عبده ان منا دي حبيبتي وبتاع ومش عارف ايه، ما هو دلوقتي بيقول شاهدة حبيبتي والدايره بتدور، صح؟ طبيعي ان انتوا عندكم الرجاله قلب الراجل ما بيكفوش واحده ولا ايه؟ لا طبعا، يعني خلاص، يعني عندي حق وخلاص راح زمانها. فخلاص انا دلوقتي اللي حبيبته وخطيبته، وعايزه اقول لها حاجه. غيري مني وولعي، الله، صعب جدا تلمعي، استحاله تقابلي ستك انت اخرك تسمعي، كل ستورياتك كده مني ليه متنكده، اهدي حبه لا تطبي سكته، ما تعمليش في نفسك كده يا منى. الله منى، الله، انت بتوجهي لها رساله كمان. طبعا بس الاغنيه دي بتاعتها. بتاعتها ازاي؟ يعني هي اللي غنتها، هي اللي غنتها في الاول واتشهرت بيها. اللي انا اعرفه ان صاحبه الاغنيه شيماء المغربي، من حق كل مطرب يغنيها. ايه اللي خلاكم تولعوا في بعض كده؟ وانا اسف على السؤال، لان هي كده فعلا، هي كده ولعه. احنا كده خلاص طلعنا، انت فاهم غلط. هقول لك. لا بعدت ليه عن منا؟ كنتوا حبايب وكنت اصدقاء، وكانت هي يعتبر سرك معاها وسرك معاها وسرها معاكي. بعدتوا ليه عنها؟ كان سري معاها وسرها معايا دي لما كانت صاحبتي، لما كانت اختي، لما كانت بتفهم في الاصول معايا وبتمشي معايا واحده واحده. لكن احنا اوريدي حصل مشاكل بيننا، بس انا كشخص طبيعي انا ما بطلعش على السوشيال ميديا واقول جماعه انا حصل مشكله بيني وبين منى النهارده. يعني في الاخر ما باخدش لقطه زيها، انا مش بتاعه سوشيال ميديا. عارفه ان دي خطف كانت مخطوبه ليه، وتوجعيها في عبده. ايه ليه كده؟ طب ما هي طالما سالتيني كده انا هرد عليك. مش هي كده كده كانوا سايبين بعض؟ كانت دلوقتي عملت هي وجيكا فيديو كليب، والناس قالوا خطوبه ومش خطوبه. يعني هي كده ما وجعتش عبده؟ انت بترد لها يعني؟ لا ما برد لهاش. لو انا اللي برد لها مش من حقي ان انا اللي ارد. هي وجعت عبده، ما وجعتنيش انا. المفروض عبده اللي يرد. غني لعبده. حبيته بيني وبين نفسي، وما قلتلوش اللي في نفسي، ما اعرفش ايه بيحصل لي لما بشوف عينيه، ما بقتش عارف اقول له ايه، ما اعرفش دي خبت عليه، بضعف قوي وانا جنبه وبسلم عليه، كل حب الدنيا دي في قلبي ليك، ده انت اغلى الناس عليا روحي فيك، ده انت لو قدام عيني اشتاق اليك. الله الله، لا بتحبيه لا بتحبيه. طبعا. لا انا صدقت صدقت ليه؟ لان طالعه باحساس وطالعه برونق وجمال، بس نسيت صاحبتك. ازاي تبيعي صاحبتك عشره العمر؟ ازاي تاني؟ انت مصمم اني بعتها؟ بص انت مش مصمم ان انا بعتها. الناس بتقول خطفت جوزي. انا بعتها. الناس بتقول كده. مش الناس بتقول كده، انا بعتها. الناس بتقول خطفت رجاله. ليه؟ هو ما كانوا متجوزين وانا خطفته منها؟ ولو كانوا متجوزين الشارع محلل قال مثنى وثلاث ورباع. ده لو كانوا متجوزين. لو بقى دلوقتي هم كانوا اتنين مخطوبين، كانوا اتنين مخطوبين وفركشوا الخطوبه، وهي شافت حياتها وهو شاف حياته. دي صاحبتك بجد؟ ايه اللي وصلها؟ الصحاب حالها مال، واليمين صبح شمال، قلبي منها شال، المال على الاندال، مش بالفلوس ولا كتر مال.
بنبقى على اللي باقي علينا، لكن بنبيع اللي بيبعنا. طب ليه وصلتوا المشاكل ما بينكم كده؟ انك او العلاقه بدات بينك وبين عبده امتى بالظبط؟ بالظبط امتى يهمني التايم؟ واحنا كنا في مطعم بيت لحم. اليوم ده ما هي كانت موجوده، خلي بالك ما هي كانت موجوده. يعني انت بصيتي له وهو قاعد جنبها؟ لا مش بصيت له وهو قاعد جنبها، هما اوريدي كانوا اتصالحوا اخوات، ما كانش في بينهم وبينها حاجه. بص احنا هنا كلنا شغالين في شركه واحده. مش هقدر ان هو يتعامل معاها او هي تتعامل معايا. ده شغل، ده بيزنس. انا كشهد، الامريكان بيقولوا كده، الامريكان بيقولوا كده. انا كشهد يعني لو عايزه مثلا ان اقول له يمنع ده دلوقتي بقى خطيبي، هنتناقش ونوصل لحل، انا ما بحكمش عليه خالص. بس اللي انا شايفاه ان احنا في شغل، فهو من حقه يتعامل مع اي حد في الشغل عادي. ايه اللي عجبك في عبده؟ اللي عجبني كل حاجه، عبده جميل في كل حاجه. هقول لك ضحكته، روحه، شخصيته. انت نسيت صوته بقى. صوته دي ما ينفعش اتكلم عنها عشان صوته دي في ليفل الوحش. ما ينفعش ان اقول كلمه واحده على صوته. مين اللي قال التاني؟ مين اللي صرح التاني بحبه ليه الاول؟ احنا الاثنين في نفس الوقت، نفس اليوم. حاسه ان منا ممكن تزعل منك او تتضايق او تتخنق؟ ايه بعد اللي عملته ده كله مش زعلانه؟ كل ده مش زعلانه؟ انت معاكي حق الرد اهو، يعني في صفحات وجرايد ومواقع مصر كلها بتسجل معاكي، معاكي حق الرد. اقول لها ايه يعني؟ اقول لها ان مش فاهمه انت ايه اللي مضايقك؟ تقعدي تتكلمي على السوشيال ميديا ان انا وعبده ان هي خانتني ومش خانتني، خنتك ازاي وانت وهو كنتوا مش مرتبطين؟ طب حد يقنعني، قولوا لي خنتها ازاي؟ يعني انا بقى دلوقتي السؤال متوجه ليكم، انا خنتها ازاي وانا عبده وهي ما كانوش مرتبطين؟ ردوا عليا. هو معلش يعني لما الواحد يفركش ما ينفعش يخطب حد تاني؟ حتى لو كانت صاحبتها ادولي رد. انت لازم تغني لعبده تاني. احدي فيه اغنيه كده من بتوعك. بحبك وداري ليلي ونهاري، عملت القلب ايه؟ صوتك ناداني نسيت زمان، اعمل في حبك ايه؟ عينك حبايبي جرحت لي قلبي ورموش عينك تداوي. بحبك يا ويلي صغرت ليلي، صغرتني وبتنام. الله الله، قولي لي بقى امتى اول متركزي ده؟ يعني ايه ركز ده؟ يعني سوشيال ميديا وصوتك حلو. ركزي في الصوت احسن. ما انا في الاول لو حضرتك تلاحظ بوينتي قلت لك انا مطربه مش بتاعت سوشيال ميديا، فده اللي انت قلته دلوقتي، ركزي في صوتك، فانا اوريدي مطربه ولا ايه؟ صح. طب احنا عايزين نسالك عن اتفضل عبده. ماله عبده بقى مجهزاه للراس السنه حاجات، خلي بالك اللي قبل منك جابت له عربيه. لا لو المعلومه صحيحه هو اللي جاب لها عربيه. طب هيجيب لك انت ايه؟ الخطوبة امتى؟ عرفينا تفاصيل، دي تفاصيل الجمهور عايز يعرفها برضه. هتعرفوها مني انا وهو في اللايف قريب جدا، هنقول لكم لما نحضر كل حاجة ليها. وهنجيب الذهب كلها، كام يوم ونجيب الذهب؟ بكام؟ اتفقتوا على الذهب بكام؟ مش هتتصدم شوية من السعر؟ سعر؟ ايه؟ مش ممكن نص مليون؟ نص مليون ذهب؟ مش ممكن أكتر؟ ممكن أقل؟ أكتر كمان؟ انت ليه مخلين كل حاجه مفاجاه مفاجاه؟ ما تقولوا للجمهور حاجه، ده الجمهور عارف خناقاتكم اكتر ما عارف اسامينا. الجمهور عارف خناقاتنا عشان رجعت زي ما قلت لحضرتك، هي بتحب تاخد الشغل لقطه، فهي حابه تاخد اللقطه تاخدها. في الاخر انا الجمهور هيشوف مننا خطوبه، الجمهور ساعات بيقول ان هو الموضوع فيك وترند، لا الخطوبه هتحدد ان هو فيك ولا ترند. اكيد يعني مش عبده مش هيعمل خطوبه ويتكلف عليها وكل ده عشان جو ترند. ما تقنعنيش ان هعمل خطوبه وفستان وكوفير وميك اب وذهب وخروجات عشان جو ترند. الدنيا دواره، خليك فاكره الكلمه. مش خايفه صاحبتك تاخد منك عبده زي ما انت لهفتيه من صاحبتك؟ لا انا ما ده كلام جمهور، ما هو الناس بتعمل كده، خلي بالك. انا ما لهفتوش من صاحبتي خالص. هو كان سايب صاحبتي بقالهم فتره كبيره بدليل ان هي شافت شغلها وهو شاف شغله، ولما رجعوا شريف وشا صالحهم على بعض، ده المنتج بتاعنا. وبعد كده عشان انتوا في شركه واحده، عشان احنا في شركه واحده ولازم تبقوا موجودوا في شركه واحده، تمام، ولازم تستمر العلاقه. عبده حبيبي وانا حبيبته. وعايزه اقول لك على حاجه يا منى، لما انت كنت انا في البرنامج وقلت لي بعزمك على خطوبتي وقلت لي عبده، قال لي عايز اقول لك ان عبده عرفني ان هو هيقول لك يا بصاصه يا حساده يا مفروسه يا منكاده، موتي بغيظك وغري مني انا بعلى بزياده،
كلامك كله جرى مني في ودني مهما هتزني، انا اصلا لا سامعاكي ولا كلامك يا منى بيشغلني. طب بتجيبي اسمها ليه في جملة مفيدة؟ اذا كان انت بتجيب اسمها في جملة مفيدة وبتسألني عنها، انا بسألك عشان ده مسار جدل الناس كلها. ما انا برد على مسار جدل الناس كلها. انت تغني لنا حاجة بقى تحبيها انت. احبها انا؟ بعيد عن ايه يا عبدو بيرن ولا ايه؟ استنى رد. الو انت فين؟ قربت توصل يعني؟ طب بص خليك معايا اسمع كده. الكلام لو كان يعبر عن الحنان كنت قلت اني بحبك من زمان، كل يوم الشوق بيكبر عليا بان على بالي، ولا انت داري باللي جراني، والليالي سنين طويلة سبتها لي يمشي غالي بكل كلمة قلتها لي. نختم بآخر أغنية أنت غنيتيها. آخر أغنية غنيتها اللي هي أنهي أغنية؟ آخر حاجة ليكي، آخر عمل ليكي. آخر أعمالي كنت عاملة، أنا في أغنية جديدة هتنزل قريب تمام، وكنت عاملة اللي هو الكفر بتاع عمل ماهر بتاع كسبت الرهان اللي هي المركب. سمعين دقيقة واحدة. طيب عشان عبدو بعت مسج ارد عليه وارجع لك تاني. دقيقة واحدة. الحب والمستكان طبعا طبعا ده عبدو. كان لسه بيقول من يومين انا مش هسيبك، كان لسه كاتب ورق وبامضة حبيبك، فجأة الحياة غيرت لهجة مشاعر ولقيت شطار أتري رهان راهن علي وقالهم مش دي القوية خليها لكم تبقى خاتم بين ايديا، مبروك عليك وعليهم المطلوب حصل دلوقتي أضعف وحدنا في الدنيا دي كسبت الرهان. طب انا الكلام ده مش على عبد. نص مليون جنيه الدهب دي المفاجأة. قولي امتى وفين وعرفي الناس. قولها كام يوم وهتشوفني انا وعبد. كل حاجة غموض غموض غموض، ما تقول غموض عشان يفاجئكوا، يعني غموض عشان اصل دلوقتي الجمهور بيقول ان انا وعبده عاملين ترند، ان انا وعبده مش عارفة ايه، ان انا جاية على منة. انتوا ادوني سبب يقنعني ان انا جاية على منة. واحدة فركشت هي واللي كان خطيبها، مش من حقه يرتبط، مش من حقه قلبه يحب حد تاني حتى لو كانت صاحبتها. مش فاهمة بجد انتوا مكبرين الموضوع مقفرينه قوي. نختم بقى بأغنية لمنة اللي هي اتكلمت عنك في السوشيال ميديا كثيرا كثيرا كثيرا. أغنية لمنة. ما بلاش اللون ده معايا، رح تتعبي قوي ويايا، ولا احنا عشان بنحبك تشتري وتبيعي في الهوانة، ما بلاش اللون ده معايا 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 يا منة معايا. شكرا ليكي شكرا ليكي.